لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله تعالى في شيء مما لا يدركه عقله، فالله تعالى لا تحيط به العقول كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. وإحاطة الإنسان بوصف من أوصافه نفاها الله تعالى، فكيف به جل وعلا بسائر أوصافه؟ قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وهي صفة من صفاته، فكيف بباقي صفاته؟ كيف بذاته؟ نفى الإحاطة بصفة من صفاته ونفى الإحاطة به، ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال ولا يحيطون به علما. فينبغي للمؤمن أن يسلم لما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.